من اكتر الاسئله اللي ما كنتش لاقي لها اجابه، ادم والناس مكمل ليه مع نابولي لحد دلوقتي؟ بس للاسف الشديد ما كنتش بلاقي حد بيرد على السؤال ده. بس بما ان القناه دي بقى فيها متابعين كتير جزائريين، فانا عايز اسال السؤال ده معلش، ليه موهبه عظيمه زي ادم والناس بيضيع وقته في نابولي لحد دلوقتي؟ ما هو نابولي عدى عليه مدربين كتير جدا، لان انا من 2017 بسمع ان نابولي جاب ولد جزائري مميز جدا بيلعب هاف ليفت، لعيب مميز جدا وعنده مهارات وسريع وبيكلفت اي حد في ربع متر، اللي هو بسم الله ما شاء الله انت جايب بروفايل لعيب اسطوري. ادور بعدها بخمس سنين الاقي ان ادم والناس برضه لسه موجود في نابولي وبرضه لسه بتقال على نفس الكلام بتاع الموهبه الشابه اللي نابولي بيحضره ان هو يكون واحد من نجوم الفريق، اللي هو ادم والناس بقاله خمس سنين في نابولي بالظبط بيضيع وقته. مش فاهم لا حد دلوقتي قاعد ايه. وتبص على الفلوس اللي كان بياخدها في نابولي، ما كانش بياخد فلوس، يعني لما راح نيس خد له 3 مليون، في نابولي كان بياخد 900,000 دولار في الموسم، اللي هو يعني انت قاعد ليه؟ بجد انت بتضيع وقتك ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ فرقه كبيره زي نابولي على عيني وعلى راسي، بس دايما في لعيبه في مكانك ما بتلعبش عليهم، يعني في مثلا ميرتنز كان موجود ناحيتك، حاليا في بوليتيرو موجود ناحيتك، انسيني هيمشي وانت من اللعيبه المميزين اللي بتلعب شمال وبتلعب يمين وبتلعب صانع العاب وبتلعب سترايكر، يعني بتلعب اربع مراكز حرفيا، ومش مقنع لاي مدير فني في نابولي ان هو يلعبك اساسي ومع ذلك مكمل، ليه يا حبيبي؟ ليه؟ طب فهمني طيب، يعني هم راحوا جابوك من بوردو في 2017 وبعد كده اعاروك لنيس في 2019، يعني قعدت سنه ونص بتضيع عمرك في انك تدور على فرصه في نابولي وما عرفتش. رجعت تاني لنابولي في 30 يونيو 2020، طلعوك اعاره تاني 5 اكتوبر كالياري، بعد كده رجعت تاني في يناير 2021 لنابولي، بعد كده طلعوك لكوتروني اعاره والموسم ده كان سيء جدا بالنسبه لك، واعتقد ان الاصابه حرمتك من انك ما تلعبش خالص مع كوتروني. رجعت نابولي تاني في 2021. هنخلص بقى امتى؟ هنخلص امتى ونقول لنابولي خلاص انا زهقت؟ يعني نابولي ما بيديكش فلوس والمدربين مش مقتنعين بيك وانت مش عارف تفرض نفسك على اي مدير فني فيهم. هتفضل لحد امتى متقبل بفكره 25 30 دقيقه دي؟ ما معلش انت سنك بدا يكبر. بدات تضرب في 25 سنه، صعب انك تقعد 25 سنه ونابولي يعرض عليك ان هو يجدد عقدك وتقول له موافق، يعني دي اخر سنه بالنسبه لادم والناس في نابولي. لو ادم والناس جدد في نابولي يبقى خلاص اللاعب ده نهايته اتعرفت، اللي هو هيفضل طول عمره بياخد 20 25 دقيقه هيفضل راضي قوي فكره ان هو لعيب احتياطي، مع ان امكانياتك عظيمه يا ابني وتستاهل انك تلعب في اماكن ثانيه، انت لو رحت الدوري الفرنسي هتلعب في اي مكان فيه مستريح قوي، وعندك مواهب تخليك تبقى واحد من نجوم الفرقه، وعندك مواهب تخليك تحجز مكان في المنتخب الجزائري، انما معلش ما بتتعبش نفسيا لما بيجي لعيب في الدوري القطري بيلعب عليا اساسي. ما بتفرقش معاك، يعني انت في نابولي وفي لعيب بيجي في المنتخب بتاعك حاجز مكانك بيلعب في دوري خليجي، ليه بقى؟ علشان هو بيلعب. هو بيلعب، انت ما بتلعبش. يبقى انت ليه بقى مكمل في نابولي لحد دلوقتي؟ سحرك قوي مدينه نابولي؟ ما لو سحرك المدينه وتحبها قوي يبقى ربنا يستر على مستقبلك يا ابني اللي بيضيع بصراحه قدام عينك. اتمنى انك بعد ما تبطل كوره ما يسالوكش ايه هو اسوأ حاجه عملتها في حياتك وترد بكل ثقه انك قعدت في نابولي. اتمنى ان الاجابه دي توصل لك من دلوقتي وما توصلكش بعد ما تبطل كوره. اتمنى انك تشوف الموضوع من بدري قوي ان في نابولي خلاص قصتك مع نابولي انتهت قبل ما تبتدي، يبقى بلعب منها احسن يا حبيبي، بلعب منها وريح دماغك وتمشي من نابولي، الموضوع سهل جدا وبسيط. موهبه عظيمه لا تستحق انها تدفن على دكه نابولي. السؤال ده اتمنى ان الاقي الليل وكاب، لان السؤال ده انا جوايا بقاله سنين عايز حد يرد عليه، ليه ادم والناس بيضيعوا وقت في نابولي؟ حد يرد على السؤال ده. لو ما عندكش اجابه يبقى يا جماعه يا ريت توصلوا لاي حد من بيئه اللعب ان بلاش يقعد في نابولي احسن، يمشي من نابولي ويروح اي فرقه ايطاليه درجه تانية، فرقه ايطاليه في نص الجدول، المهم يمشي من نابولي ويلعب اساسي، لان هو يستاهل يكون اساسي ويستاهل يبين للعالم ده كله ان هو اتظلم في نابولي. اما لو انت راضي بفكره ان انا قاعد دكه ومش مهم يبقى كان الله في العون على العقليه دي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو شايف الجماعه بتاع اخطونا فده كان رايي على اللعيبه انا كنت معجب بيه بصراحه في بداياته مع نابولي، انما دلوقتي حلوه بيصعب عليا، مش مهم جنسيته ايه، مصري، جزائري، تونسي، مغربي، مش مهم بالنسبه لي، زي ما انا شايف ان احنا بعد المجبري استمرار في مانشستر يونايتد تضييع وقت برضه بالنسبه له. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فبراحتك، عايز رايك.